هم ست وراجل القسط ليهم بيصبروا، يعني يصبروا على اصحابهم على قرايبهم، واتعودوا على ناس ما بيقدروش يستغنى عنهم حتى لو عامل لهم مشاكل او حتى لو هم بيعصبوهم او حاجه، هم متمسكين باشيائهم، فدي اوكي. من تعتبر من الحاجات اللي هم متمسكين بيها. لكن هم ابتدوا يتملصوا وتخلصوا من الناس ديت، وقفلوا الدايره عليهم وبعدوا عن ناس كتيره جدا وادولهم ظهرهم، وده كان اكتر علاج نافع لبرج القزم بوجه عام سواء ست او راجل المرحله اوكي. اللي فاتت. وهم نجحوا في ده، بس هم اتاخروا بس نجحوا فيه، وبالفعل الفتره دي بيعملوا كده هو وبينفذوه، ابتدت امورهم تبقى احسن بكتير، لان من الابراج المرزقه ونجمها عالي وحظها حلو القوس. القوس من الابراج المرزقه سواء ست، ويمكن الست اكتر من الراجل، والراجل المرزق جدا العشريه اللي هي الثانيه اللي قلنا عليها من 1 10 من 1 12 11 ل 10 12، اوكي. ويعتبروا هم محظوظين بنسبه كبيره، عندهم حظ حلو سواء ست او راجل. الفترة دي ابتدوا يغيروا الفكر والطريقة، لأن هم راجل القوس دايما يتقال عليه إنه قديم شوية، يعني عمليا تلاقيه بيعمل أبديت في فكره، لكن حياته الشخصية تحسه إنه قديم شوية. تقليدي. أوكي بالظبط كده. ست القوس لا، أكتف جدا وبتعمل أبديت أول بأول، وتلاقيها متغيرة ومتجددة ودايما نيو لوك وحاجات كده اهوت. اوكي. الفترة دي عندهم بقت حلوة جدا جدا، وخصوصا النص التاني من السنة دي. الأمور عندهم وضحت بالنسبة للناس اللي حواليهم، ابتدوا يميزوا مين يفضل ومين يمشي، البلان اتغيرت بالنسبة لهم الفترة اللي فاتت دي، وحتى الفترة اللي جاية هم عاملين كل شوية دلوقتي بقوا يعملوا بلان جديدة، وبعدهم عن الزحمة الكدابة اللي كانت حواليهم فرقت كتير. وإن شاء الله بدون مقاطعة حتى السنة الجاية عندهم الدنيا مختلفة تماما. هم حلو. ابتدوا يعملوا زرعة كويسة، هيبتدوا يحصدوا بقى الفترة الجاية، يبتدوا يحصدوا، والحياة بالنسبة لهم حلوة جدا جدا. بس راجل القوس يسكت شوية، لأن راجل القوس متكلم كتير أو بيحكي، وخصوصا العشرية الأولى. أوكي. يسكتوا شوية، ما يحكوش، ما يبقاش حياتهم على الملأ، لأن هم من الناس اللي نجمها خفيف. طب مين يعني رجالة القوس يمشي معاها ايه من الأبراج التانية كارتباط، والعكس ستات برج القوس يمشي معاها ايه من الأبراج أوكي. التانية؟ راجل القوس يمشي معاه الحمل طبعا، الأبراج النارية تمشي معاه جدا ولازم يقابلها، يعني راجل القوس لازم يقابل ست الأسد ولازم يقابل ست الحمل. أوكي. وست الجوزاء والميزان متهيألي، والميزان والسرطان، انا لسه واخداهم بالترتيب. خلينا نقول راجل القوس لو قابل ست الاسد والحمل ما يكملوش، حتى لو اتجوزوا وخلفوا لازم يحصل حاجه ما يكملوش. تمام. اوكي. لكن راجل القوس الاثنين ستات الوحديين اللي يكملوا معاهم وتبقى جوازه حتى لو فيها مشاكل تكمل، الميزان والسرطان. اوكي. دول الاثنين اللي لازم يبقى لو القوس قابلهم الجوازه تبقى مستمره حتى لو فيها مشاكل، بتلاقيهم مستمره لما لا نهايه. ست السرطان على حسب، لو سرطان ست السرطان قصدي ست الجوزاء لازم تقابل راجل القوس، بس لو هي العشريه الثالثه اللي هي قريبه من السرطان تستمر، العشريه الاولى والثانيه ما تستمرش، بس أوكي. تبقى شخصيتها اقوى منه. تمام. طب الستات؟ الستات بقى ست القوس لازم برضو تقابل راجل الاسد، ده رقم واحد لازم تقابله. اوكي. وراجل الحمل، وتحب قوي راجل الميزان جدا جدا جدا. وتحب راجل الجدي لازم تقابله. اوكي. والحوت يبقوا اصحاب، بس ممكن يحصل حاجه لو راجل الحوت ده اكتف شويه او بيجري او يعني حياته سريعه، ما يبقاش قاعد بطيء في تحركاته او في تصرفاته. اوكي. طيب سيبي ناخد معاكي بعض الرسائل اللي جات اوكي. لنا. في داليا بتسال بتقول برج الجدي توقعات وايه في السنه الجايه؟ هيعتبر من الابراج اللي عنده نسبه حظ عاليه السنه الجايه. حلو كويس.